أكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن دول مجلس التعاون تمثل بيتا واحدا وسط منطقة مضطربة تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون للحفاظ على استقرار المنطقة وازدهارها وثرواتها والارتقاء والوصول بهذا التعاون إلى مرحلة التكامل التي تحققها واقعا مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. سموه لفت إلى أن التعاون في مجال الرقابة المالية والإدارية بين دول المجلس هو مكمل لأوجه التعاون الأخرى التي تدعم البناء الخليجي وتعزز توجهات حكوماته في الحفاظ على المال العام وثروات المستقبل. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم 12 في مملكة البحرين. وخلال المقابلة نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به دواوين الرقابة المالية والإدارية بدول المجلس في الحفاظ على ما تزخر به هذه الدول من خيرات وثروات لتظل شعوبها تعيش في رخاء يعززه الأمن والاستقرار. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين تدعم كل جهد يسهم في إضافة لبنة جديدة للبناء الخليجي وتطوير العمل المشترك، ونوه سموه بأهمية مثل هذه الاجتماعات التي تبلور أفكار التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات ومنها الرقابة المالية والإدارية. وأعرب سموه عن تمنياته لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس التوفيق في اجتماعهم والخروج بتوصيات العمل الخليجي المشترك. وقد أعرب الجميع عن بالغ شكرهم وتقديرهم على التسهيلات التي قدمتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإنجاح أعمال اجتماعهم.